سين لاباس عليك ابو السال؟ الحمد لله. مرحبا بالناس اللي معاك. الحمد لله اخويا. الحمد لله. انت راك ولدنا كتعرف هذا الشيء. عارف يا ابو السال، عارف. بعيدا على الكره ولا بعيدا على هذا، انت العلاقه اللي كتربطنا بك الانسانيه ديالك وكموهبه، فين كتواجدوا انتم الان؟ واش في البيت ولا في شي مصحه ولا في فندق ولا؟ لا، حنا دابا في الفندق. بالمناسبة كنبغي نشكر المسؤولين ديال بني ملال ولا الإدارة ديال بني ملال اللي اهتموا بينا، والحمد لله حنا ما خصنا حتى شي حاجة الحمد لله. يعني هذا الفندق واش في بني ملال ولا في شي مدينة أخرى؟ لا، في بني ملال. في بني ملال. وكيفاش واش التحاليل المخبرية هي اللي عطاتكم ولا الأعراض؟ بالنسبة كانت عندنا مقابلة ضد الفتح الرباطي، كان ضمن نهار اثنين، ترينينا في المحمدية نهار الحد. قبل ما نترينيو خدينا التحاليل، درنا التحاليل ديالنا، غادي يعطونا النتائج ديالها نهار اثنين في الصباح. خدينا نهار اثنين في الصباح هي فين تصاب اسلام مجلون والكواي. نعم. نشافوا الدراري تصابوا، احنا كمختلطين حنا درنا التحاليل. انا يا بحال قلتي شليله خديناها مع 9 ديال الصباح، غادي تخرج لنا حتى الغد ليه. انا يا بالليل تبانوا عليا الاعراض، السخانه، الراس والرواح، كنحس براسي كل مدكدك. انا حسيت بها هي فين الصباح، قالوا لي راك جاي فين، راس الكورونا انت وربعة الاعوام. كاين سفيان طلال مرشدي، عماد قنديل، الدري ديال ليسبوار. نعم. وشنو الاجراء اللي دار معاكم ديك الساعه المكتب وهذا؟ هي فين قالوا لنا بقاو في ديوركم. بهذه المناسبه كنشكر للباشا ديال بن ملال القيد اللي جاو بقاو كيقلبوا لنا فين ساكنين، وجاو عندنا وجات لومبيونس داتنا وخداو لنا التخطيط، خداو لنا التخطيط ودارنا الراديو وعطاونا الأدوية وقالنا ها انتوما شنو تشربوا شنو تشربوا. ودابا حنايا راه في لوطيل. في لوطيل. وكاين في لوطيل كاين الرعاية الطبية تما؟ لا لا، بالنسبة دابا كنبقاو متواصلين مع الدكتور ديالنا ديال الفرقة. والأدوية؟ والأدوية راه شرحوا لنا كيفاش نشربوا وكيفاش نديروا. الأدوية عندها مواعيد معينة، ولكن التغذية عادية دابا ياسين؟ التغذية عادية، ولكن ما تقدرش تاكل. ما تقدرش تاكل بغيت تبزز على راس. اضافه الى نعم، بحال دابا انا من نهار المرض ما نعس يومين، واخا تكذب بغيت تكذب على راسك نعس ما كتقدرش، ضاع والشقيقه ونيفك وكتحس براسك. الى غير نعستي على الجنب ديالك جوج دقائق كتعيا، كتبغي تبدل الجهه الاخرى والو. انسان كيحس براسو مهدود ياك. مهدود. ابراهيم. نعم ياسين، فاولا نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لكل المصابين. ياسين، يعني الان انتم دخلتوا في الحجر، واش هذا الحجر هذا يعني حددوا لكم المده اللي غادي يمكن تبقاو مستمرين في هذا الحجر اللي هي محدده في 14 يوم، او ربما كاين عندكم مده اقل انتم كلاعبين ديال فريق رجاء بني ملال؟ الناس اللي عطاونا الادويه اللي في السبيطار عطاونا قالنا 14 يوم، والدكتور ديال الفريق قال لنا 14 يوم. 14 يوم. والعدد ربعه ديال اللاعبين. دابا حنا ولينا سبعه، جوج في خمسه. جوج في خمسه ديال، ما كاينش شي حد ما من المؤطرين او الاداريين؟ لا، ما تقدر تكون فيه، ما عرفتش انا ما تتعرفش سي بوسين. نعم. تقدر تكون فيه. دابا الدراري داروا معاهم عاوتاني نهار اثنين يديروا التحاليل، حيت حنايا كنا مشينا راك عارف، مشينا في كار واحد وبركنا في لونطيل واحد وتغدينا مجموعين، ما كتعرفش. وهي سيرتو كيقول لك كتبان من مورا 5 ايام ولا 4 ايام. هادشي اللي كاين. دابا الغريب في الامر سي بوسال، دابا حنا شنو ذنبنا؟ دابا واش هاد البطوله احسن من حياتنا؟ دابا انا الوالد ديالي فيه السكر، لا قدر الله كون هبط بحال دابا عسلان بن جلون كان بارك، واحد الدري صاحبنا كيلعب معنا، هذاك الدري ما تكونفوكاش، مشى لدارهم
مشى الام ديالو مريضه السكر كيسلم عليها، من شاف مع السلام من جلون جاتو كورونا اوتوماتيكمون تخلع ولا كيفكر فيه وكيفكر في والديه ما عرفش. نتمنى من المسؤولين ياخذوا شي قرار اللي غادي يحمينا ويحميهم حتى هما ويحمينا حتى والدينا. نعم، كي داير الحاله ديال الوالدين ديالك يا السين دابا؟ راه كايب وراه راه كيبكيو لينا نهار. انا كنعرف العلاقات كي دايره معاهم. اي ام اي اب ما يبغوش ولدهم يمرض. نعم، وهذه من هذه من شوف كذب عليك ابو سهل، كذب عليك الكاذب. راه قسما بالله كناخذوا الاحتياطات اللي ما يمكنش، رانا لدرجه تنترينيو وكنجيو ديورنا، كنترينيو وكنجيو ديورنا. تقدر واحد اخر ما ياخذ الاحتياط، شنو درنا حنا؟ دير التعقيم وكدير كل شيء، ولكن دير التعقيم وكدير شحال من حاجه. هذا دابا انت كتعطي مثال ديال انك انت ملتزم منضبط، ومع ذلك عاد هذا اللي تيقول لك اسيدي ما نديرش الكمامه، اسيدي انا لا راه كاين لا كورونا لا. راه كذب عليك الكاذب، راه تاخذ الاحتياطات ديال كامله درجه كتريني وكتجي للدار، تتريني وكتجي للدار وباش تاخذ الاحتياطات ديال كامله تيفيتي الامراض كامله، ولكن ها هو دابا حنا تصابنا. نعم، هذا بلا ما نعرفش. نعم ياسين، الله يجيب لك الشفاء. وناخذ من عندك رساله، رساله لمن توجهها؟ وانت الان انت كيف تيقول السول المجرب، سال هذا ياسين الصالحي بجسد ديالو معافى، راجل اللي كيتمرن مزيان كياكل مزيان وحاضر راسو وكل شيء، ومع ذلك ها انتم كتشوفوا شنو اللي واقع. ياسين الصالحي رسالتك لمن توجهها؟ كان انا ما نكتبش عليك يا ابو سهل، الموضوع ديال كورونا في الاول ما كانش داخل ليا 100%. حتى انا كنت كنقول بحالي بحال الناس، نقول واقيلا راه ما كيناش، لا هذه لا راه حنا سبورتيف راه ما جيناش، لا هذه. انتم دابا شفتوا، انتم شفتوا دابا بعينيكم. كنتمنى حيت حنايا كاين اللي غادي ياخذ الاحتياطات ديالو، كاين اللي ياخذ الاحتياطات، واحد اخر ما ياخذش الاحتياط ديالو، راه غادي يعاني ناس اخرين صدق مع هذه توالديه ولا ولاده ولا عنده، ويضر الناس ولا اصحابه. غادي يضر راسه ويضر الناس، يضر راسه ويضر الناس. نعم، نتمنى من الله باش الناس كامله تاخذ الاحتياط ديالها، مرض ديال كورونا راه كاين. نعم، راه كاين. انا راه كنت قبل، ونتمنى من الله عاوتاني الناس ما يبقاش في التجمعات، الواحد ياخذ الاحتياط ديالو، يبقى يعقم راسه ويدير الكمامه. ولا قدر الله، شوف الواحد يعرف فين يمشي، اول حاجه يعرف فين يمشي، وما يمشي الا كان شي حاجه ضروريه يمشي، لا ما كانش ما عنده فين يمشي يبقى في دارو تتفوت هاد الازمه هادي، والله يشافي الجميع. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.